كده نفتحها، نفتح واحده، تعالوا نفتح واحده يا حمدي نوريهم ايه اللي جوه، ما تحرمش منك. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا دي شوكولاته. في تاني هفتح لكم واحده نشوف اذا كانت محشيه كراميل، اهي توفي، هي محشيه توفي مش كراميل. بصوا كده، طبعا دي لما بتطلع من الفرن اصلا بيبقى التوفي دوت سايح والشوكولاته سايحه، بس طبعا انا عاملاها من اول الحلقه وانتوا شفتوها معايا اما طلعناها من الفرن كده اهي. هقدمها جنب ايه؟ هقدمها جنب ايس كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ننزل المقادير بتاعتنا علشان ننجز وقت معانا، علشان اوريكم التشكيل بتاعها عامل ازاي. مقاديرنا بتقول ايه؟ احنا النهارده عاملين حاجه شبيهه ببلح الشام، بس عاملينها تسويتها كمان في الفرن، يعني ولا قليه ولا اي حاجه خالص. العجينه بتاعتنا بتتكون من ايه؟ تتكون من ايه يا ايه؟ كوبايه وربع من الزبده، وتكون مذابه كم؟ نص لتر من الميه، نص كيلو دقيق، ثلاث بيضات وفانيليا. صعب؟ لا مش صعب. طب الحشوه بتاعته كمان ايه؟ الحشوه بتاعته مكعبات شوكولاته اي نوع انت عايزاه، ومكعبات توفي. مش عايزه تحطي حشوه خالص، ما فيهاش اي مشكله، مش هتقول لك لا. طيب اما تطلعيها بنحطها ايه؟ بقدمها يا اما جنب بولات ايس كريم كده وعلى الوش صوص شوكولاته وصوص كراميل، يا اما لو انت عايزه تطلعيها من الفرن تقلبيها في سكر بشويه قرفه ماشي، عايزه تطلعيها من الفرن تعملي لها سيرب خفيف خالص وتسقيها بيه، عينيا الاثنين حاضر. عايزه تعملي لها سيرب خفيف وتحطيها عليها بعد ما تطلع من الفرن وتهدى بشويه، زي ما انت عايزه. الصنف الحلو دوت، الاختيارات او الحاجه اللي انت عندك موجوده في البيت انت اللي بتوظفيها، مش لازماكي بحاجه تعمليها او ان انت تكلفي نفسك بحاجه مش موجوده عندك في البيت. طيب اول خطوه في الطريقه بتاعتنا، حطيت مقدار الميه ومقدار الزبده على النار، مقدار الميه ومقدار الزبده على النار، بيغلي زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بيغلي ازاي. طيب نحط الصوص بتاعنا كراميل او شوكولاته، ونقدم اطباقنا ونرجع نشوف هنعمل ايه في المقادير بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده صوص كراميل اهو، بصوا، وادي صوص الشوكولاته. مش شرط ان انتي، مش شرط، استنى عشان دي مقفوله، حسدتوني. شفتك وانت بتحسدني. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة كده في منتهى الجمال. عملنا واحد شوكولاتة وواحد كراميل، تعالوا نعمل التاني ميكس كده، ونحط عليه الكراميل. منورين والله. اهي الحمد لله. بالشكل كده، حاجة بصراحة في منتهى الجمال، حاجة تفتح النفس. طيب تعالوا نقدم اطباقنا ونشوف بقى عملناها اصلا ازاي. شوكولاتة من اللي هي العادية خالص اللي هي بتتباع، انا لا ثواني واحدة بقى، ثانية واحدة، معلش حقك عليا، انا عايزة دقيقة واحدة بس. بصوا كده، الزبدة والمية بيغلوا على النار، محتاجة ايه؟ محتاجة معلقة خشب، واروح نازلة بمقدار الدقيق كله. لو المقدار بتاع المية والزبدة مظبوط يبقى هو مقدار الدقيق اللي احنا عايزينه هيطلع مظبوط، نلتزم بالمقدار. بصوا كده، لا آية بتقولي هو مش على حسب نوع الدقيق، لا فعلى حسب نوع الدقيق دوت لما ابقى عايزة عجينة معينة وارجع اقول لا هو دوت كده ممكن يفرق من عجينة لعجينة، لكن اهو بصوا بالشكل ده كده. طيب حد هيقولي هي هتنشف معانا، هي نونة وناشفة وعايزة سوائل، لا ما تنسوش لسه ان هينزل معانا في بيض بالشكل ده كده اهو. البلح الشام بناخد له مثلا خمس بيضات او ستة،
لكن ده احنا واخدين له 3. ايه ده؟ هتبقى قليله او ناشفه. ما هو ده اللي انا عايزاه، علشان كده انا هسويه في الفرن مش هيتقلي في الزيت. لكن خطواته نفس بلح الشام، اللي احنا حطينا الميه والزبده مع بعض بالشكل ده كده، سوينا الدقيق شويه، نسيبه يبرد او نحطه في العجان علشان يطلع البخار اللي فيه والسخونيه اللي فيه. نبدا ننزل بالبيض كده. بصوا كده، هضطر ان انا اجيب بوله كبيره واعمل كده وهاجن بايدي، وربنا المستعان بقى علشان هي اصلا العجينه سخنه، فيفضل ان احنا نهويها على صاج او نهويها على صينيه علشان تطلع البخار اللي فيها كله، وبعد كده نبدا ننزل بالبيض اللي احنا هنعمله. بصوا كده، انا كده اهو بلمها وفي نفس الوقت بطلع السخونيه اللي فيها. مش بيقول لك اتصرف نعمل ايه؟ صاج يكون ساقع. لو انت عايزه تعمليها بسرعه وما عندكيش وقت، صاج يكون قبليها قبل ما تحطيها اصلا على النار، تحطيه في التلاجة شويه هيسقع، تروحي واخده العجينه وحطها في الصاج وتبداي ان هو هياخد السقوعيه بتاعه الصاج ويبدا ان هو يشتغل معاكي بكل سهوله اهي. بصوا، لكن لو عندك وقت بتفرديها على الصاج او على الرخامه وتسيبيه براحته خالص اهو. طيب انا دلوقتي ما عنديش ولا وقت ان انا احط الصاج في التلاجة ولا وقت ان انا احطه على الرخام. بسم الله. المفروض بتحطي بيضة بيضة وتعجني وترجعي تحطي البيضة اللي بعدها، بس طبعا عشان وقت حلقتنا ولازم اوريكم انا عملت ايه. بصوا كده، على جوانتي عشان مسكت بيه البيض، وابدا ان انا البس واحد تاني علشان احطه في العجينه. انت نفس النظام لما تيجي تقشري بيض او تفتحي بيض على حاجه، ما تحطيش ايدك بعدها في العجينه على طول، لازم تغسلي ايديكي كويس الاول وبعد كده تبداي تكملي شغل. طيب ادي البيض اهو معانا، الفانيليا لازم العجينه تبرد طبعا عشان وقت حلقتنا، لازم اوريكم انا بعمل ايه. مستعجله عليها، تحطي صاج في التلاجة او صينيه تسقع وفي الفريزر وبعد كده تروحي عامله بيها. معلش حقكم عليا. بصوا كده، ببدا ان انا الم العجينه كلها تبقى عجينه واحده ومفيش اثر للبيض. شوفوا البيض اللي انا شايفاه ده، مش عايز، بصوا اهو ده انا مش عايزه له اثر اهو كده. العجينة هتلاقوها أنشف من بلح الشام شوية ومش سايلة زي بلح الشام أهو. بصوا بدأت إن هي أهو آثار البيض كلها بدأت تروح. عندي كيس حلواني ببلبلة، وعندي صاجات مدهونة ورق زبدة. نونة ما عنديش ورق زبدة، هوقف الوصفة؟ لا ما أوقفش الوصفة. هعمل إيه؟ أهي كده خلاص العجينة أهي. طبعا ايديا لو ملمسها اصلا ملمس الايد هتلاقوها كمان انعم من كده. طيب ما عنديش ورق زبده يا نونا، اعمل ايه؟ هوقف الوصفه بتاعتنا؟ لا، بمسك الصاج ادهنه زبده او ادهنه دهنه زيت بسيطه كده خالص وابدا ان انا اشكل عليه. طيب وصلنا لمرحله التشكيل، وصلنا لمرحله التشكيل. كيس حلواني، نونا انا ما عنديش كيس حلواني ومش عايزه انزل اجيب، انا يا دوب عندي الدقيق والزبده وعندي الميه وعندي البيض، لكن ما عنديش كيس حلواني، هعمل ايه؟ حاجه بسيطه سهله جدا معانا. كل اللي هعمله هجيب كيس ثلاجه احط فيه البلبله، ما حدش يقول لي ما عنديش بلبله وهعمل ايه؟ موجودين بيتباعوا في كل حته، بس في اختراع كمان لو احنا ما عندناش البلبله، الست المصريه ما بتغلبش. هوريه لكم بعد كده. لما نيجي نعمل البتيفور والكحك العيد ان شاء الله هوريكم لو احنا ما عندناش بلبله ممكن نعمل بلبله على ايدينا في البيت ازاي. عارفه ان بتوع مستلزمات الحلواني وممكن يمسكوا في رقبتي، بس مش مشكله عشان خاطركم فداكوا كل حاجه. بصوا كده، انا حاطه كيسين حلواني علشان لو الكيس فرضا ان هو يكون ضعيف ابقى انا مامنه نفسي.
كده اهو. طيب وهبدا اعمل كده واحط مقدار من العجينه معايا في كيس الحلوي. بسم الله. نص كده. تعالوا نشكل ونشوف التشكيل بتاعه هيبقى ازاي. ما عنديش كيس حلواني ندهن زيت ما فيهاش اي مشكله. بعمل ايه؟ بعمل كده ما يبقاش كتير عشان الضغطه بتاعه الكيس نفسها ما تبقاش تقيله على الكيس وعلى البلبله نفسها وترجعي بعد كده تحتاسي. اهي حته صغيره اهي عندي الصاجه اهو. نبدا بسم الله كده بنقسم اتنين اهي عشان برده ما تبقاش تقيله على الضغط عندي. وادي الصاج بتاعنا. بعمل ايه؟ بعمل كده. بالشكل ده. طيب اول ارضيه او الطبقه اللي في النص اللي في الارضيه خلصت. ادي مكعب الشوكولاته او مكعب التوفي او لو مش عايزه تحشي ما فيهاش اي مشكله. واروح جايه من فوق نفس النظام طبقه تانية. اسهل منه مفيش. نعمل واحده كمان نحشيها توفي. التوفي ده على فكره بيتباع رخيص مش غالي. التوفي ده بيتباع عند مستلزمات الحلواني مش غالي، بيتباع بالكيلو. الكيس بيبقى نص كيلو. رخيص جدا مش ما تقلقوش يعني. ادي اهو كده نعمل دي ونختم على طول يا حمدي عشان ما تزعلش مني. عينيا الاتنين. بص ادي التوفي اهو وادي الطبقه اللي من فوق. حد هيقول لي ان هي بتبقى ناشفه شويه انشف من بلح الشام. ده شيء طبيعي لان احنا هنسويها في الفرن مش هنقليها في الزيت. بتطلع بالشكل ده كده وبتخش الفرن على درجه حراره كام يا نونا؟ اوعوا تقولوا على درجه حراره 180. ازعل والله العظيم ازعل. بيخش على درجه حراره كام؟ درجه حراره 150. درجة حرارة 150 علشان يستوي على الهادي خالص ويبقى مستوي من جوه ومن بره. مش اول ما نلاقيه ان هو خد لون معانا نقول ايه ده خلاص استوى ونطلعه. اوعوا تعملوا حاجة زي كده. لو عملتوا حاجة زي كده هتلاقوا ان هو من جوه ني. هتلاقوا ان هو من جوه ني.